كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. الله يجازيكم بخير المحسنين واللي في دارة الإمام الإسلام يشوف هذه السيدة ويشوف حالتها ويشوفها كيفاش دايرة. راه تكالت مسكينة، راه طبت كلاو ليها جنابها، راه حرام هادشي بالإسلام عباد الله. أيها المسؤولون أجيو شوفوا هاد المرأة، دوها للعجزة، دوها لأي بلاصة تشوفها تهتموا بها. راه حنا إسلام عباد الله، الإسلام ما كيقولش هادشي، هادشي راه ماشي ما يبغي لا الله لا عبده. حل الله حنوا فيها، شوفوها كيفاش دايرة وكيفاش حالتها. راه مكرفصة، راه كدير، راه مقعدة هي كدير الفضولات تحت منها، كيجوا الفيران كياكلوا دوك الفضولات، كلاو لها لحمها كامل من التحت، كلها تكالت عباد الله. ها المسلمين شوفوا من حال هاد المرأة، راه 10 سنين هي في هاد الحالة، راه حنا سكتنا، راه وصل السيل الزبا، صافي وصلنا عينا من صبره، صبرنا عينا، ما ماكله، كتاكل كتشرب كلشي، ولكن السيدة راه مكرفصة عباد الله، راه دابا 4 سنين هي ما غسلات، 4 سنين ما شافتش الماء، راه بحالتها حالة عباد الله. أجيو شوفوها المسؤولون، الله يجازيكم بخير. يا أيها المسلمون، أيها المسلمون اللي في جارة الخير، اللي في دارة الإيمان، يجي يشوف هاد المرأة، راه كتموت نهار، راه كتموت نهار على نهار، راه ميتة وهي حية، راه ميتة بالنسبة لنا، راه ميتة عباد الله. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يعطف القلوب، الله يعطف القلوب. يا رب يا رب هاد المرأة يحن فيها شي واحد ويجي يشوفها. هاد الناس اللي كيسمعوني وكيشوفوا هاد السيده راه مكرفصه، راه السيده مسكينه، راه طوبه كلاتها جالسه فوق القادوس، حاله 4 سنين هادي ما غسلت، ما كيطلع عليها حتى حد، ما شافها حد، مسكينه حالتها الشتا كتصب كتصب عليها، مكرفصه السيده، لا حول ولا قوه الا بالله. انا وجهت لهاد المبر المسؤولين يجي يشوفوا هاد السيده كيفاش دايره في هاد الحاله مسكينه، راه ما عايشاش، راه ميتانيت في هاد الحياه هادي اللي دايره هكا. اللي كان كيشوفها مسكينه يجي يشوفها يطلع عليها كي دايره حالتها، لا حول ولا قوه الا بالله. دار العزازه ولا شي، شحال مره هضرنا معاهم، جاوا تصوروها وشافوها مكرفصه، وجاو في الشتاء صوروا طعيه ومشاو زادوا، ما طلعوش طلعوا عليها. السيده لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الظرف الملوك